تقول انا عندي سؤال، جوزي مسافر ودايما بنتكلم على الانترنت، ساعات كتير بيطلب مني اشياء اباحية، هل ده حرام انه يطلب مني كده ولا احسن انه يشوفه بطريقة اخرى، زي مثلا انه يشوف افلام اباحية؟ يعني هي بتخدع بتقول لنا يشرب حشيش ولا يشرب افيون؟ ليه كده؟ العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة مقدسة نقية طاهرة. لما يتكلموا مع بعضهم، حتى لما يشوفوا مع بعض، العينين بتتكلم والملامح الوش بتتكلم يعني. لكن الحاجات الزايدة دي عاوز انصحك نصيحة، لما تعملي كده ممكن يشك ان بتعملي كده مع ناس تانيين، لكن لما تقول لا ما يصحش نعمل كده، هيبتدي يحترمك ويقول دي زي الجنيه الذهب محدش يقدر يجي ناحيتها. فحط في الاعتبار النقطة دي، ربما تعملي كده فيفتكر حاجة تانية. ونقطة تانية، ما تنسيش ان في حاجة اسمها سباي وفي هاكرز، يعني يقدروا يخشوا على الموقع اللي انت بتتكلمي فيه وتعملوا فيه كده، والدنيا تبقى يعني مش حلوة. في ناس بتتجسس وفي ناس بتاخد الموقع بتاعك وتبتدي يعني تعمل بيه حاجات تحصل كتير. مشاكل كتيرة بعدها. حصل مشاكل كتيرة، وزي ما بقول ما دام جت في التليفون ما بقتش ملكك، بقت ملك حاجات كتيرة، جهات أخرى تقدر تطلع على تليفونك. اللي بيتجسسوا الهاكرز والناس دي والأدمن اللي عمل البرنامج ده أو الحاجة دي السايت ده، الابليكيشن ده، برضه يقدر يتحكم، والسنترال يقدر يتحكم، والمباحث بتاعت الانترنت تقدر تتحكم. فبلاش تورطوا نفسيكم في حاجات ربما تأذي في المستقبل. حضرتك كان ليك تعقيب يا استاذ جوزيف على الايميل؟ هو مش تعقيب، هو تعقيب مهم جدا يتحط تحتيه 10,000 خط. الميل اللي جه هي بتقول ان هو زوجي مغترب وبيطلب مني ممارسه اعمال اباحيه عن طريق النت او صور او 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 من خلافه. سيدنا وضح لنا وعلمنا خطوره الكلام دوت، ان احنا لازم يكون حتى عينينا وهيكل جسدنا كله مقدس. انا من الناحيه العمليه عايز اوضح حاجه مهمه جدا، ان في اخر 6 اشهر، اخر 8 اشهر، ظهر في مكاتب المحاماه العديد من القضايا الطلاق للزنا الحكمي، ومعظمها واغلبها مقامه من ازواج مهاجرين اللي في دول عربيه واللي في دول اجنبيه، وكلهم بيرفعوا دعاوى زنا حكمي على الزوجه، وبيحتكموا في طلب الزنا الحكمي امام منصه القضاء الى صور اباحيه صادره من زوجاتهم على شبكه الانترنت. يعني هو يطلب منها تعمل كده وفي الاخر يرفع عليها قضيه؟ هو واحد مغترب، مغترب ايا كان اغترابه في اي دوله، وبيرفع دعوى زنا حكمي على زوجته، وبيقدم لقاضي لمحكمه الاحوال الشخصيه صور، وبيقول انا وجدت لزوجتي الصور ديت وهي صور اباحيه على شبكه الانترنت. فالقاضي بيكون عقيدة مفادها ان الصور دي هي بتكلم بيها شباب ورجالة اغراب. تيجي الزوجات بقى عند بحث الامر بيقولوا ان ازواجنا في غربتهم وفي بلاد المهجر بيطلبوا مننا التصوير عن طريق الانترنت، نفس واقع الرسالة اللي حضرتك قريتيها دي بالظبط، وبتستخدم بالخطأ لتقديمها لقاضي الاحوال الشخصية ليحصل الزوج بطريقة او باخرى بحكم طلاق لعلة الزنا الحكمي. فمن اخطر ما يكون الموضوع دوت، ولا هو دينيا مصرح ولا به أخلاقياً، ولا اخلاقيا ولا، وبيستخدم عن طريق الخطأ. هذا بخلاف ان هو حتى الزوج لو لم يستخدم الصور دي في شكوى زوجته امام القضاء عن سوء نية ومقصد، زي ما سيدنا تفضل علمنا وقال ان التليفون مجرد ما الصور دي اتحطت على التليفون هي ما بقتش ملكنا، لان معظم الابليكيشنز على التليفون لما نيجي نطبقها بيقول لك انا اديني سماح ان انا اخش على صورك وجميع الاسرار الخاصه بموبايلك، فهي ما بقتش ملك ليها. ده باستثناء ان هو ممكن تستخدم بالطريقه اللي انا قلتها دي، والمحاكم ومكاتب المحامين في الاونه الاخيره مليانه بهذا النوع من القضايا. وده ممكن الموبايل يضيع، ممكن حد يعمل هاك عليه، ممكن اي حاجه تحصل، فالداتا اللي عليه مش ملك للشخص يعني. في الاخر دي صور شخصيه لفلانه في اوضاع اباحيه، هي مش معروف الصور دي لمين. ده حقيقي. دي عارفه ديتها، حد يعرف النت بتاعها والباسورد، يبقى التليفون بتاعها ده مع هذا الانسان. يعني افرض ان واحده صاحبتها قالت لها اديني الايميل والباسورد عشان كده يعني نبقى اصحاب ونشوف بعض الصور مع بعض، تديها لها صاحبتها دي، واحد
قريبها ولا جوزها ولا حد خد البيان ده، يبقى تليفونها بقى معاهم هم، خاصة إذا كان داخلة في الآي كلاود، والآي كلاود فيه جميع البرامج، فيبقى هي دخلت على الآي كلاود بتاع الأخت دي، ما دام دخلت على الآي كلاود يبقى تليفونها مش ملكها.